لقاءات روحية تقدم البوق الروحي، فقرة أرثوذكسية يومية، اليوم وكل يوم ما عدا الأحد. عندما يصلي الروح فينا تستمد صلاتنا بنعمة المسيح طراوتها وقوتها، ولا تعود صلاة نكرة جافة لا حول لها ولا قوة. التعليم الصحيح ليس بالشروحات العقلانية وما إليها، فالقلب والروح هما الأساس لا العقل. الكنيسة هي أمنا ونحن منها وفيها، فضعفاتها ضعفاتنا ومحنها محننا، فلا ندن بالتالي أو نحتقر أو نزدري من خارج، بل لنتألم لآلامها عالمين أن كل منا مسؤول فيها. إن الحياة المسيحية تدخلنا إلى الآخرة منذ الآن، تجعلنا نساهم حياة الآخرة بصورة سرية منذ الآن ونذوق طعمها. قدس الأرشمندريت المغبوط وطيب الذكر إلياس مرقس.